أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحليل البيئي الوحدة الثالثة، الغلاف الأرضي جيوسفير. ونواصل شرح مكونات هذه الوحدة، وهنا نتناول التآكل أو الكروجن، وهو أحد أنواع الإنجرافات. فعرفنا أن الإنجراف إما يكون ميكانيكي، وهو ما يعرف بالتعرية ولا يوجد تغيير كيميائي، والثاني إذن الإنجراف ينقسم إلى قسمين: ميكانيكي لا يحدث فيه تغيير كيميائي، وكيميائي يحدث فيه تغيير كيميائي، وهما بيسمى الكروجن أو التآكل. فتعريف التآكل هنا هو خلخلة الصخور عن طريق إذابتها بحدوث تفاعلات كيميائية، وبذلك تؤثر على التركيب الأساسي للتربة والصخور وظهور أملاح جديدة. إذن هنا معناه حصل تغيير كيميائي بالنسبة أو تغيير بالنسبة للتركيب الكيميائي بالنسبة للصخور. إذن التآكل هنالك أربع أقسام بالنسبة للتآكل: التحلل المائي الهيدروليسيس، والتميئ هيدريشن، والأكسيد أوكسيديشن، والتكربون كربونيشن. وسوف نتناول كل واحد من هذه الأقسام بالتفصيل ونعرفه كذلك. التحلل المائي الهيدروليسيس هو تفكك الماء إلى أيون هيدروجين ومجموعة هيدروكسيد، مما يؤدي إلى خلل في التركيب الذري لبعض المعادن ويغير تركيبها الكيميائي وظهور معادن جديدة أخرى. إذا نركز هنا على أيون الهيدروجين ومجموعة الهيدروكسيد التي تنتج عن تفكك الماء. فنلاحظ هنا في المعادلة الكيميائية هذا الماء وهذا أيون الهيدروجين وهذه مجموعة الهيدروكسيد. أحد هذه الأمثلة انجراف الفلسبار أورسوكليز بالتحلل المائي. فلسبار ما يسمى بأورسوكليز، هو نوع من أنواع الصخور بالتحلل المائي. ونرى في هذا التوضيح هذا هو الفلسبار وكيف حدث تفاعل مع أيون الهيدروجين فتكون صخر جديد. لو ملاحظين هنا ابتعاد أيون البوتاسيوم وجزء من سيليكون، ولو لاحظنا هنا 8 أكسجين راحت هنا 5 أكسجين. إذن وتكون صخر جديد، وهذا الصخر الجديد يسمى بالكاولين، يسمى بالكاولين أو بالإنجليزي كالونايت. إذن تكون صخر جديد له تركيب كيميائي مختلف تماماً على التركيب الكيميائي للصخر الأساسي. ولاحظنا هنا التحول من أورسوكليز إلى كالونايت عن طريق الاختزال، وذلك بإزاحة أكسجين وإضافة هيدروجين.